زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي اتم صحه وحال، ويا رب دايما مبسوطين معانا في قناتنا المميزه بيكم ليكم، قناه فيها حاجه حلوه مع نور. انا من فتره طويله، مش طويله قوي يعني نص نص، كنت عامله لكم ريفيو عن الملابس الاطفالي والحريمي في اجمل براندات انا اتعاملت معاها شخصيا في كل حاجه، وهو فعلا براند يستاهل اللي انتم تعرفوه وتشتروا منه، لان هو عنده كل حاجه حرفيا بالنسبه للحريمي والاطفالي والسن المحير، بس مفيش رجال عشان نبقى متفقين. البراند ده اسمه براند بيبو، هو طبعا جمله وقطاعي. انا كنت عامله ريفيو للقطاعي من فتره، وان شاء الله يعني الفتره الجايه باذن الله هنعمل لكم كمان ريفيو بالنسبه للصيفي في المحل، في قلب المحل نفسه في الكوليكشن الجديد. بس دلوقتي انا هتكلم عن الجمله، هتكلم عن الجمله بالنسبه لتجار الجمله او الناس الجمله اللي كانت على طول بتسالني، بتقولي نور احنا عايزين يعني براند يكون حنين وفي نفس الوقت ما يعملناش مشاكل مع الناس، ويكون الستايلات والكوليكشن حلو قوي يمشي مع اغلب او 50% من الشعب بتاعنا يعني المصري، سواء بقى مسلم او مسيحي مش هتفرق، بس المهم اللي احنا عايزين ماتيريال ناعمه ومحترمه وحلوه وما تعملش مشاكل. فانا طبعا بما ان بقى اللي انا موجوده في بيبو، فانا ارشح لك حاجه مصري بس محترمه، خامه محترمه، خامه معالجه، يعني كل الاقطان او الفسكوز معالج يعني ما بيكشش في الغسيل، تمام. كنت انا صورت بالتفصيل الكوليكشن قبل كده الكلام ده من فتره، بس هم طبعا على طول بيجددوا وبيغيروا وبيجيبوا كل جديد. فدلوقتي اي حد عايز جمله يا جماعه، انا هفرجكم دلوقتي على العينه اللي موجوده، بس ممكن بكره ما تلاقوش كل ده. فعشان الناس اللي طلبت مني الجمله هتلاقوني عامله لكم فيديوهات حصريه لبتوع الجمله فقط، لتجار الجمله فقط، الكلام ده مش لاي حد، تمام. طيب هتلاقوني منزله فيديوهات حصريه لتجار الجمله، هتنزل على قناه اليوتيوب بس في الانتساب مش في العلن. يعني ايه؟ يعني اي حد هيبقى منتسب عندي، يعني دافع اشتراك انتساب، هيبقى ليه الاولويه ان هو يشوف الفيديوهات الحصريه للمكان اول باول بالاسعار، سواء اسعار الاطفالي او السن المحير او الحريمي، زائد هيشوف كل حاجه على الطبيعه، هتنزل اول باول على الانتساب على قناه اليوتيوب بتاعتي، على الانتساب زي ما انا بحدد اهو، تمام. حضرتك بتشترك فيها بتشوف اول باول وبتتكلم معايا، وهتاخد ثلاث ميزات. ايه هم الثلاث ميزات بقى اللي انت هتاخدهم لو انت اشتريت عن طريق القناه واتعاملت عن طريق القناه في الجمله؟ اول ميزه اللي انت هتاخد دعايه 50% ديسكاونت، يعني لو سعر الدعايه مثلا ب 3000 جنيه تبقى ب 1000 ونص، 2000 جنيه يبقى 1000 جنيه وهكذا، تمام. دي اول ميزه. ثاني ميزه هتاخد من بيبو استشاره تجاريه. يعني ايه استشاره تجاريه؟ يعني حضرتك اول مره، او حضرتك اول مره تشتغلي في التجاره وعايز تفتحي محل ملابس، هنا في الاداره هيعرفوكي ايه الحاجه او ايه الموديلات اللي هتقدر تبقى شغاله معاكي الفتره الجايه في، على حسب الموقع اللي انت فيه وعلى حسب بادجت فلوسك، هيأهلوكي ان انت ان شاء الله او هيرشحولك مجموعه من الموديلات اللي هتشتغل معاكي ان شاء الله بسرعه وتتعرفي بيها بسرعه في المكان وتكسبي من وراها وتيجي تشتري تاني. دي تاني حاجه. تالت حاجه ودي الاهم، اكسكلوزيف. يعني ايه عميل اكسكلوزيف او عميل حصري؟ يعني ايه؟ يعني ان شاء الله باذن الله قبل ما تنزل الموديلات دي عندهم هم شخصيا في بيبو، قبل ما تتعرض خالص هنبقى احنا اول ناس عارفين بيها واول ناس معانا الاسعار والموديلات، هتنزل بفيديو على الانتساب على اليوتيوب، على الانتساب، الانتساب يا جماعه يا ريت نركز في الكلام عشان ما حدش يرجع يقول لي انا ما شفتش الفيديو ليه على اليوتيوب، تمام؟ المشترك بس معايا في الانتساب هو اللي هيشوف الكلام ده، اي حد تاني من الجمهور العاديين مش هينفع يشوف الكلام ده خالص، لان ده خاص بتجار الجمله، تمام؟ فهو هيشوف معايا اللي انا بعرض الموديلات دي، الصور بتاعتها بالاسعار بتكلم فيها مع فيديو حصري مطول بالتفصيل عشان خاطر يحجز الموديلات. طيب الحجز بقى دلوقتي في حاجه اسمها المفروض فودافون كاش وفي البنك، هم طبعا بيتعاملوا مع البنك السي اي بي، فاي حد من المحافظات عايز يحول الفلوس هيحولها على الحساب البنكي التابع لشركه بيبي، مش اللي تابع ليا انا شخصيا، تمام، هيبقى على الحساب السي اي بي بتاعهم واللي انا هديهوله شخصيا، تمام، لما يبقى ان شاء الله في تعامل ما بيننا. دي حاجه. بالنسبه للنقل، شركه بيبو بتتعامل مع شركه شحن محترمه، هيبقى في نقل ما فيش اي مشكله منه، هينقلوا لك بضاعتك زي ما انت عايز وهتوصل لك في الميعاد اللي هم هيحددوه لك بالظبط على حسب الكميه وعلى حسب التوقيت ان شاء الله تعالى وعلى حسب المسافه، وكل ده مترتب ما فيش منه اي مشكله. فهوريكم بقى دلوقتي عينه من الشغل، سواء كل الكوليكشن الموجود دلوقتي حاليا اللي هو مش هيبقى موجود بعد يومين اصلا، وعشان خاطر تبقوا عارفين فيما بعد اللي جاي ايه، وتابعونا بقى على قناه الانتساب عشان هنصور فيه الجمله لكل البراندات اول باول حصريا في القناه. دلوقتي احنا هنتفرج مع بعض بالراحه كده على كل الكوليكشن
اللي موجود عند بيبو بالنسبة للحريمي. ده هنبدأ معاكم الأول الجزء الحريمي، وبعدين هتشوفوا الجزء الأطفالي، هنحط لكم لينك الأطفالي في صندوق الوصف أو الكومنت مثبت. طيب بالنسبة للكوليكشن الحريمي، زي ما انتم شايفين هم عندهم قسمين، قسم هوم وير و أوتينج. زي ما انتم شايفين معانا قسم الأوتينج. يعني ايه أوتينج؟ يعني الخروج. دي ملابس الخروج يا جماعة. عموما هتكلم دلوقتي عن المقاسات. بالنسبة للمقاسات، عندهم مقاسات من اول اكس سمول، من اول اكس سمول وسمول وميديوم، لحد 2 اكس لارج و 3 اكس لارج، وفي حاجات لحد 4 اكس لارج كمان. تمام، عشان محدش بس ايه يعني يقول طب ايه المقاسات المتاحة ايه المقاسات مش متاحة. لا، عندهم بيك سايز، عندهم مقاسات كبيرة بيك سايز. تمام. طيب من ناحية الحريمي، عندهم زي ما انتوا هتشوفوا معانا، في كان بيجامات موجودة، وهتلاقوا معانا بناطيل، بناطيل واسعة اللي هي الفسكوز، فسكوز معالج. يعني ايه فسكوز معالج؟ يعني ما بيكشش في الغسيل، عشان بس الناس تبقى فاهمة وعارفة يعني ايه فسكوز معالج. ماشي، يعني ما بيكشش في الغسيل. ده المجموعة اللي احنا هنتفرج عليها دي كلها شغل بيبو، دي كلها شغل بيبو. البناطيل اللي موجودة، في بناطيل سادة زي ما انتوا شايفين، خروج طبعا كل الكلام ده خروج، وفي بناطيل فيها اللي هو الكنار السيناوي ده، او العرايشي اللي هو الديزاين العرايشي او السيناوي اللي احنا بنقول عليه. تمام، كل فيسكوز. طيب هل البناطيل كلها فيسكوز؟ لا، البناطيل مش كلها فيسكوز يا جماعة. في منها فسكوز، وفي منها اللي هو زي الحرير كده، اللي هو زي الحرير بس مش حرير، قماشة تشبه الحرير. تمام. طيب وفي دريسات قصيرة زي ما انتوا شايفين، تنفع للعرايس او البنات الصغيرين، وشميزات طبعا طويلة، المحجبات او اللي هما بيحبوا يلبسوا طويل عموما وبيك سايز واسع، ده برضو كوليكشن او مجموعة منهم. ماشي، وهتلاقوا معانا شميزات قصيره، في طويل وفي قصير، يعني كده وكده، اللي عايزه كده تلبس واللي عايزه كده تلبس. وموجود منها كل الالوان، يعني كل موديل موجود منه الواناته كلها، كل الالوانات حصريه بتنزل. طبعا انا بصور في الحاجات اللي متاخد منها كمان الالوانات بتاعتها، مش كل الالوانات كانت موجوده، فانا بصور في الحاجات اللي كانت متوقعه، لان المكتب اللي انا كنت بصور فيه ده المكتب مش محل، المحل في مكان تاني خالص غير المكتب. فالمكتب طبعا اللي بيجي ياخد من المكتب بياخد حاجات كتير جدا، فان شاء الله ربنا المستعان نصور لكم اول باول لما تبقوا معانا على قناة الانتساب. اهم حاجة هتشتركوا في الانتساب عشان تقدروا تشوفوا كل الجملة الفترة الجاية. هعمل لكم مش ملابس وبس في الجملة، هعمل لكم ان شاء الله كل حاجة، كل حاجة تخص كل حاجة في المجتمع، يعني تخص التجارة. هعمل لكم عن الميك اب جمله، هعمل لكم عن الملابس، هعمل لكم على الشنط، هعمل لكم على الاحذيه، هعمل لكم عن الماتيريال اللي هي الخاصه بالمكن او الخياطه، هعمل لكم كل حاجه خاصه بالتجاره عموما، البرفيوم، هعمل لكم حاجات كتير ان شاء الله الفتره الجايه خاصه، واماكن حصريه محدش يعرف عنها طبعا لحد النهارده اي حاجه، لان اماكن الجمله بتعتبر زي سر الفرعوني كده، عارفين انتوا سر البرديه، سر الخلطه، فمش اي حد هيروح يصور وكده. طبعا اكيد في ناس صورت، واماكن طبعا كتير مشهوره ومعروفه دلوقتي، بس في اماكن تانية كتير جدا لا حد يعرف عنها ولا حد يسمع عنها ولا حد يعرفها اصلا، دي للجمله فقط مش للقطاعي، للجملة فقط، مكاتب جملة فقط يا جماعة. تمام، ده جزء من الكوليكشن اللي بينزل. هم يعني كل مثلا اسبوع بينزلوا فرشة جديدة، كل اسبوع بينزلوا فرشة جديدة لموديل جديد، سواء موديل للخروج او موديل للبيت. تمام، واحنا ان شاء الله اللي كان لينا طبعا نصيب معاهم الحمد لله برب العالمين، اتفقنا معاهم ان اي حد ما هيبقى هيتعامل معانا عن طريق قناة فيها حاجة حلوة يعني يكلمنا احنا الاول، ورقمنا طبعا هيبقى موجود في صندوق الوصف او الكومنت مثبت وفي عنوان الفيديو. اي حد هيتعامل معانا عن طريقنا هيمتاز، او هياخد 3 ميزات مش هياخدهم اي حد تاني. اول ميزة هيتعمل له دعاية بخصم 50% على كل مواقع السوشيال ميديا اللي احنا تبعنا احنا باسمنا،
وهتبقى تنزل باسمه بارقامه بكل حاجه شخصيه عنه. تاني حاجه هيبقى ليه زي ما انا قلت قبل كده، هيبقى ليه استشاره تجاريه من اداره المكان نفسه بالموديلات اللي ان شاء الله اللي ينفع يشتغل فيها، وهياخد ربح سريع عن طريقها اللي هينفع يشتغل فيها في المكان اللي هو فيه، لان مش كل مكان زي التاني، وعلى حسب البادجت الفلوس بتاعته امكانيات فلوسه. طيب دي حاجه. الحاجه الثالثه، هياخد معانا باذن الله تعالى كمان اكسكلوزيف يعني حصري، هينزل في قناه التليجرام بتاعتنا اللي احنا هتبقى التابعه لينا اللي هينزل عليها الشغل باذن الله، هينزل بالظبط كل الشغل اللي نازل حصريا لشغل الجمله فقط، لشغل الجمله فقط لا غير. هم دول الناس اللي هيشوفوا الشغل على الطبيعه، وان شاء الله باذن الله يكون حصري معانا احنا وبس. ويا رب دايما كده عند حسن ظنكم، ويا رب دايما موفر لكم كل جديد ومتنوع، وان شاء الله باذن الله الاسعار بتاعت الجمله هتنزل بالتفاصيل في قناه الانتساب تبعي. اول ما هتشتركوا في الانتساب هينزل لكم الفيديو محمل بتفاصيل واسعار الموديلات كلها بكام ومن والى، بكام كل موديل هينزل بالوانه بسعره، كل موديل هينزل بالوانه بسعره، عشان الناس تبقى عارفه وحافظه كل الكلام ده. وان شاء الله باذن الله يكون وشنا كده دايما يا رب حلو عليكم جميعا، وتعملوا احلى شغل باذن الله تعالى قبل اي حد. وكملوا بقى الفيديو واتفرجوا على بقيه الموديلات، وتابعوا معانا الفيديو اللي وراه هيكون عن الاطفال من نفس البراند، من براند بيبو برضو. وهسيبكم بقى تكملوا الفيديو وتتفرجوا على الموديلات كلها، والسلام عليكم.